أنا لو تقدمت واحترقت ما أستطيع أجاوز هذا المكان، قيد شبر، أما أنت فقد أذن الله لك فاصعد، وما منا إلا له مقام معلوم، صلى الله عليه وسلم. فصعد فوق السدرة قال: وصعدت إلى مكان سمعت فيه، أو لمستوى سمعت فيه تصاريف الأقلام تخط في اللوح المحفوظ، ومن الرفرف ومستوى سماع صريف الأقلام، وهي شؤون إلهية تخط بالمعنى كل الإرادات التي يريد الله أن يحدثها في هذا الوجود، ثم إلى عرش الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك كان التخصيص وكان التمييز وكان التجلي، وهناك غشيته الجلال والعظمة للرحمن، وخر ساجدا على العرش بثيابه الكريمة بنعليه الكريمتين. ولذا يذكر بعض الشعراء هذا العز الذي أعز الله بنبيه، يقول: على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الخلق تحت ظلاله. لدى الطور موسى نود يخلع، لما جاء يكلم ربنا عند الطور سيدنا موسى قال له الله: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأحمد لدى الطور موسى نود يخلع، وأحمد لدى العرش لم يؤمر بخلع نعاله. وقال له الله: ارفع رأسك. ورفع رأسه وقال: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فقال الحق له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ونظر إلى هذا التجلي العظيم والمن الكريم، وأراد ذكر الصالحين والعباد من أمته ومن من سبقه، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وضجت الملائكة في السماوات تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان بينه وبين الله مما لا يعلمه إلا الله جل جلاله، وكان من جملة ذلك ما نازله الله من التفضل عليه والإنعام وتذكير بنعمه التي أنعم بها عليه، وفرض 50 صلاة في اليوم والليلة. وكانت تلك المقابلة وما عبر عنها برؤية ربه جل جلاله، ولم تحدث هذه الرؤيا لأحد قبل الجنة إلا لنبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الرؤيا كما جاءتنا في الأحاديث وفي الصحيحين أيضا، رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة رؤيا بعيدة عن كل تصورات الصور والجهاد والكيف والانحصار. ولهذا منكري الرؤيا من بعض طوائف المسلمين نقول: ما أنكرتم من تصوركم، لأن الرؤيا لها جهة ولها صورة، ومن كرؤية المخلوقين للمخلوقين والأجسام للأجسام، هذا منفي تصوركم. حتى عندنا أهل السنة، نحن أهل السنة الذين أثبتنا ما تكلم به رسول الله بإثباته، نعلم أن هذه الرؤيا لا فيها كيف ولا انحصار ولا جهة ولا صورة ولا كيفية أبدا، ولكن أنوار من خالص التجلي يعبر عنها بالرؤيا، وهي أعلى ما يتفضل الله به على عباده. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وعاد سيدنا النبي، وعند عوده استجلى سيدنا موسى أثر التجلي والرؤيا في وجهه الكريم، لأنه كان طلب الرؤيا في الدنيا وقال: ربي أرني أنظر إليك. فقال له الله: لا، هذا في الدنيا ما يكون لأحد، إنما خص به محمدا. قال: لن تراني ولكن انظر للجبل، إلى آخر ما ذكر لنا الرب. فلما مر على سيدنا موسى استجلى هذا النظر وهذه الرؤيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في أمته أنهم يغزو فئام من الناس فيبطر فتى عليهم فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله؟ ثم يغزو بعدهم قوم فيبطي عليهم الفتح فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فإن الرؤية الوجه إلى الوجه تسري بها سراية. ولذا استجلى الأنوار سيدنا موسى،
وقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال أمتك لا تطيق ذلك، رجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فسجد لربه وعاد فقال خفف عن أمتي أضعف الأمم أجسادا وأقلهم أعمارا، خفف عنهم. قال فخفف عني، في بعض الروايات 10، بعض الروايات 5، ولم يزل هكذا في كل مرة 10 أو 5 حتى وصلت إلى 5. فقال سيدنا موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قد عالجت قبلك بني إسرائيل شد المعالجة، إن أمتك ضعيفة. قال يا موسى قد استحييت من ربي، سألته فالآن أرضى بال5 وأقبله. فجاء النداء من قبل الله، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 5 ولهن أجر 50. لم ننقصك وأمتك شيء من الأجر، ولكن العدد نقص والمدد لم ينقص. فنحن نصلي في اليوم والليلة 5 ولهن أجر 50. وعاد عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة ورأى ما فيها، دخل النار ورأى ما فيها، وعجائب. وفي بعض الروايات قال لجبريل كل من لقيتهم رحبوا بي وتبسموا إلي إلا واحد فإنه رحب ولم يتبسم. قال يا رسول الله ذاك مالك خازن النار، لم يبتسم منذ خلقه الله، ولو ابتسم إلى أحد لابتسم إليك، لو ابتسم إلى أحد لابتسم إليك، فاكتفى بالترحيب بك وتعظيمك ولم يبتسم، لأن أمامه مظهر غضب الله وهو النار. أجارنا الله من النار. في الحديث ورأى جارية في الجنة من حورة، قال لمن هذه؟ قالوا لزيد بن حارثة صاحبك، هذه لزيد بن حارث. ورأى منازل لأصحابه صلى الله عليه وسلم، ورأى عجائب ما في الجنة، وقد سمع صوت شم ريح الجنة وشم رائحة النار، وحدثه جبريل أن الجنة مشتاقة لأصحابها والنار مشتاقة لأصحابها، وأن الله قال للجنة لك كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ومن أطاعني ورسلي وآمن بي ولم يكذبني، وقال للأخرى لك كل كافر وكافرة وظالم وظالمة ومن كذب بي وبرسلي، وكل منهم قال رضيت. فهم مشتاقون إلى أصحابهم، فما مر من هذه السنين يسير جدا بالنسبة للوقت الذي قبل ذلك، فقريبا يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. وعاد النبي، ونختم مشاهداته بما شم من رائحة طيبة زكية، فقال ما هذه الرائحة؟ قال له سيدنا جبريل رائحة ماشطة بنات فرعون. ما رائحة ماشطة بنات فرعون؟ قال كانت تمشط بنات فرعون وكانت مؤمنة، وسقط المشط عليها يوما فقالت بسم الله وأخذت المشط، فتقول لها بنت فرعون بسم الله هذا من أبي؟ قالت ربي ورب أبيك وربك ورب السماوات والأرض. قالت لها لك ربا غير أبي؟ قالت ربي ورب أبيك ورب كل شيء. قالت لأبلغن أبي، فبلغت أباها فاستدعاها، قال أتؤمنين برب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي خلقني وخلق. قال تكفرين وتؤمنين بي وإلا أحرقك ابنها؟ قال لا تفعل ما شئت. فدعاها وزوجها وابنها، فمعها 2 أولاد وزوجها، وأتوا بهم وأمر بطست يغلى بالزيت، ثم رمى الأب ورمى الولد وأخذت، وإذا بالصبي يمص ثديها، فلما أريد أن تلقى في النار تقاعست من شأن رحمة بالصبي، قال ففك الثدي من فمه وقال أثبتي يا أمه فإنك على الحق، قعي في النار فإن عذاب الدنيا خير من عذاب الآخرة. فوقعت هناك، قالت لفرعون أطلب منك طلب قبل، تجمع عظامي عظم زوجي وأولادي وتحطنا في محل واحد. قال لك ذلك لما عليك لما لك من الحق علينا، هذا بنعطيك إياه. وعمل هذا التصرف، فهذيك الرائحة اللي شمها النبي تلك الليلة رائحة هذه المرأة الصالحة. فانظر هذا الصدق مع الله وهذا الصبر وهذا الثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. لما عاد إلى مكة المكرمة في تلك الليلة وحدث
أم هاني، فعند خروجه في الصباح أمسكت بثوبه، قالت: رسول الله لا تخبر أحد بهذا فإنهم لا يصدقونك. قال: قد علمت، ولكن والله لأبلغنهم كما أمرني ربي. فخرج وهو يعلم أن عامة العقول لا تستوعب هذا المعنى الكبير. فمر عليه أول واحد أبو جهل، والتفت إلى النبي يقول: محمد، شي خبر؟ هو يستهزي، عندك خبر؟ قال: نعم. ماذا عندك؟ قال: أسري بي البارح. قال: إلى أين؟ قال: بيت المقدس. بدأ يتعجب، وأراد أن لا يظهر الاستهزاء والضحك من شان يريد الناس يسمعون هذا الكلام منه لا يتراجع فيه، ظن أن النبي بيتراجع. فقال له: وأصبحت بيننا؟ قال: أصبحت بيننا. أسرى بي الله. قال: إذا جمعت قومك تحدثهم بهذا الحديث؟ قال: نعم. راح أبو جهل: تعالوا تعالوا تعالوا، تعالوا. يجمع القوم، صاروا تعالوا انظروا محمد ماذا يقول، وجمع له. قال: حدثهم يا محمد كما حدثتني. قال: إن الله أسرى بي البارحة إلى بيت المقدس في الشام. قال: وأصبحت بيننا؟ حد يصفر وحد يصفق وحد يحط يده فوق راسه، صلحون منظر في الاستهزاء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم قال: أنا أعرف الناس ببيت المقدس، دعوني أسأله عن بيت المقدس وبقول لكم يصدق أو يكذب، لأنه أقام مدة في بيت المقدس قال: أنا أعلم بقربه من الجبل وجدرانه وأبوابه ونوافذه، فاسألوا عنه. فابتدأ يسأل النبي، فابتدأ النبي يجيب، ودخوله كان مع الهيبة وأرواح الأنبياء، ما قعد يعد السواري ولا يعد النوافذ صلى الله عليه وسلم. أنت الآن أمام هذه الجبانة، كم مرة دخلتها؟ عشرات، عشرات المرات دخلت هذا مصلى الجنائز ومصلى العيد. لو سألناك الآن كم عدد السواري حقه، كم عدد الأبواب، بتحرج؟ ما دخلتها كذا كذا مرة، كم مين مرة دخلت، كم مين مرة دخلت، ما عديت. وهذا النبي في تلك الليلة دخل، وهذا يتحداه في الجانب الثاني، في الجانب هذا كم سواري هنا، كم الأبواب هنا، إيش لون ذاك الباب اللي هنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما ابتدأ يسألني اشتبه الوصف علي فكربت، فجل الله لي بيت المقدس فجعلت أنظر إليه أمام دار عقيل. شاشة وصلت. قال صلى الله عليه وسلم: فجعلوا لا يسألوني عن ناحية منه إلا استدار لي. كلما سألوا عن ناحية تدور الناحية هذه، الناحية سألوا في الوسط يفلق له الوسط، سألوا عن أرضية تكشف له الأرضية، فهو يشوف ويجوب، يشوف ويجوب. حتى ذاك تعجب، قال: أما الوصف فقد صدق. سيدنا أبو بكر الصديق جاء حضرهم وهم يستفهمون، وكان قد ذهب إلى بيت المقدس. فالأشياء اللي يعرفها سيدنا بكر وشاف النبي يتجوب فيها صحيح، قل: صدقت يا رسول الله. وذل يتعجبون ويسألونه سؤال ثاني ثالث ورابع، وكانوا قد ذهبوا إلى أبي بكر. قال: تعال عند صاحبك انظر ماذا يقول. قال: ماذا يقول؟ قالوا: قال إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال لهم: إن كان قال فقد صدق، ها تصدقوا في هذا؟ قال: هذا إنسان يأتيني بخبر السماء، يلاحظ عدل بيت المقدس، بيت المقدس ولا غير بيت المقدس، أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، يا رب ارزقنا تصديقه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستفهمون، وكان ما قال: خلاص ما علينا من بيت المقدس، هات لنا الخبر عن عيرنا، العير في الطريق. قالوا: العير ضاع عليهم جمل في المحل الفلاني وهم يبحثون عنه، وكان معهم ما في وعاء وأنا شربته اسألوهم، وإن تكلمت وسمع بعضهم مثل صوتي، وإنه الآن هم في محل الفلاني، متى يقدمون علينا؟ وهذا إيش دخلوا السؤال هذا؟ إيش دخلوا في الإسراء والمعراج متى يقدمون علينا؟ لكن الجماعة متعنتين، ومع ذلك قال: يقدمون عليكم عند غروب الشمس في اليوم الفلاني، في يوم الأربعاء المقبل في اليوم الفلاني. كيف يقدمون؟ قال: يتقدمهم جمل عليه قطيفتان وغررتان سوداء، وجمل أورق وصف لهم الوصف. هذا كله زايد على التحدي. وخرجوا في اليوم المعين ليكذبوا بنبينا، وإذا بالعير تقبل على الوصف
واحد قال الشمس غربت، قال الثاني والعير أقبلت كما حدث صلى الله عليه وسلم. والوصف الذي وصفه هو هيا كان مفروض خلاص يسلموا، قالوا هذا ساحر كبير وكل شيء سحر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي. هذا بعض أخبار ما دار في تلك الليلة. يا أتباع صاحب هذه الآيات، من شأنكم أن تتهيأوا للقائه وتسعدوا بمرافقته، وذلك قريب على من صدق منكم في المحبة وعرف قدر سيد الأحبة عند ربه، ولم يكن في قلبه أعظم في الخلق من محمد، فأحبه أكثر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ولن يبلغ أحدنا حقيقة الإيمان حتى يكون كذلك، أن يكون هذا الإنسان أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وننصره، والله إن أجسادنا رخيصة أمامه، وإن أرواحنا رخيصة أمامه، وعلى نصرته نحيا ونموت إن شاء الله. نصر الله هذا النبي برجالنا ونسائنا، بصغارنا بكبارنا، بشبابنا هؤلاء، اللهم اجعلهم من أنصار هذا المصطفى في الظاهر وفي الخفاء، تظهر بهم راياته في الوجود كل يا بر يا ودود، احينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وانت راض عنا. حق لكم يا اتباع صاحب الاسرى والمعراج ان تستشعروا فضل الله عليكم ومنته عليكم ببعثه هذا النبي، وان تهيئوا انفسكم لمرافقته في القيامه وفي دار الكرامه، بما بينك وبينه يا رب الأرض والسماء، وبمحبتك له وما جعلت في قلبي من محبتك، لا تحرم عينا من عيوننا هذه النظر إلى وجهه يوم القيامة، والكون معه يوم الطامة، والاستذلال بظل لوائه يوم الحسرة والندامة، حتى نكون في أمنك من كل حسرة وندامة، فبئست الندامة ندامة يوم القيامة. اللهم شرفنا برؤياه، وأسعدنا بنظري محياه، واجعلنا غدا من رفقاه، واجعلنا من أنصاره ومقتفي آثاره ومقتبسي أنواره، ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أدم الصلاة عليه واستسليم، صلي معه على آله وأصحابه وعترته وأهل بيته وخيار أمته وجميع أمته، خصوصا من في هذه المقابر حوالينا يسمعنا في هذه الذكرى. اللهم ارفع درجاتهم واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا. صلي معنا، صلي معهم علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وسلم تسليما كثيرا. ولك الحمد وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. آمنا بك وبرسولك وما جاء به إلينا، فثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، برحمتك يا أرحم الراحمين. واقبل أنشطة هؤلاء الشباب في أسبوعهم هذا وفيما قبله وفيما توفقهم فيما بعد، واجعل أعمارهم مليئة بالصدق معك والوفاء بعهدك، وانشر لهم وبهم الخير في البلد وخارج البلد وفي العالم كله، واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بسر الفاتحة إلى روح نبيك المصطفى ومنه إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وآله وصحبه خاصة وأمته عامة، خصوصا سلاسل سنادنا إليه ومن ورثوا لنا طريق الاتباع له والعلم بما أوحيته إليه، وإلى أرواح والدينا خاصة وذوي الحقوق علينا وأموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن أحد أسباب سعادته في الدنيا أن الله وعده بالجنة. أي حديث متعلق بحكم شرعي لا بد أن يكون صحيحا، فإن لم تستقم لن تستطيع أن تخطف من ثمار الدين شيئا. لما كذب بالجنة استغنى عن طاعة الله. لذلك الصفة الأولى في المؤمن العطاء، الصفة الأولى في غير المؤمن الأخلاق. يقع على رأس 7 مليارات زمرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب. ربيع الإيمان مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي،
يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.